أهلا بكم. في تصريح مثير للجدل وصفه محللون أنه مخالف للأعراف الدبلوماسية، نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل، وذلك في مقابلة إعلامية عبر شبكة ABC نيوز الأمريكية، متوعدا روسيا بدفعها ثمن تدخلها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. بينما رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا أن المرأة لا يرى إلا خصائله واصفا، وأضاف بوتين أنه يعرف الرئيس الأمريكي شخصيا وأنه يتمنى له صحة طيبة، وذلك في إشارة إلى عمر بايدن الذي أصبح وتجاوز 78 عاما. فما تبعات هذه التصريحات المتبادلة بين الطرفين، وكيف سينعكس ذلك على طبيعة العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين؟ حول هذا الموضوع نرحب من نيويورك بالدكتور نصير العمري، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، وأيضا من موسكو بالسيد سامر الياس المختص بالشأن الروسي. وأبدأ معك سيد سامر، بالنسبة للجانب الروسي بداية، أنتم من موسكو كيف قرأتم هذه التصريحات وصف الرئيس بوتين بالقاتل من قبل جو بايدن؟ تحياتي لك والسادة المشاهدين والسادة نصير أيضا. يعني بداية أعتقد بأن التصريحات التي أطلقها جو بايدن تعكس وجهة نظر موجودة في واشنطن أساسا في النظرة للرئيس فلاديمير بوتين، لكن هجوما كبيرا شنه الكثير من السياسيين هنا في روسيا على الرئيس بايدن، نظرا لإقراره أو قوله بأن موافقته القول أن بوتين قاتل. هناك بعض النواب الشعبويين هنا وصلوا إلى حد أنه يجب إعلان الحرب على الجانب الأمريكي، ولكن أعتقد بأن القراءة المتأنية والواضحة كانت عن طريق الرئيس فلاديمير بوتين الذي أكد بأن روسيا مهتمة بعلاقة جيدة مع الجانب الأمريكي، وهناك بعض القضايا الموجودة، علما بأنه نعم. يعني أثار يعني بعض في تصريحه أشار إلى عمر الرئيس بايدن، إلى صحته العقلية ربما وإلى صحته الجسدية، نظرا لأن هذا التصريح هو غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين وبين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، علما بأن العلاقات بين البلدين هي في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، ولكن يبدو أن الجانبين أيضا يراهنان على استمرار التعاون في قضايا التسليح والتوازن الاستراتيجي وفي عدد من القضايا. هي بداية سيئة بطبيعة الحال للعلاقة بين بوتين وبايدن بعد انفراجة أمل ربما شاهدناها مع توقيع مع تمديد اتفاقية ستارت 3. نعم، لكن سيد الياس، يعني بالنسبة لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقوله صراحة أتمنى يعني صحة طيبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، برأيك بعيدا عن اللغة الدبلوماسية إلى ماذا أشار الرئيس بوتين في هذه التصريحات؟ يعني هو قال أنا لا أمزح، يعني استدرك بأنه أنا لا أمزح، ويعني ما يقول بمعنى الصحة الجسدية، يتمنى له الصحة للرئيس بايدن، ولكن واضح يعني هل هذا هو تشكيك بقدرات يعني الرئيس بايدن العقلية؟ يعني أنا أعتقد بأن هناك فريقا في موسكو نظر إلى هذا الموضوع وقال إن بايدن لم يستطع التصرف بلا باقة ردا على الجواب بشأن هل تعتقد بأن بوتين قاتل، لأنه قال يس اي دو، يعني أنا موافق على ذلك. يعني ربما فاجأه هذا السؤال ولم يختر الطريقة الدبلوماسية للرد عليه، على عكس الرئيس ترامب الذي معروف بتصريحاته الصخورية، وفي عام 2017 رفض الإقرار بأن بوتين قاتل. نعم، وهنا بالنسبة لترامب وزمن ترامب والعلاقات بين أمريكا وروسيا في ذاك الزمن، هل تعتقد بأن زمن ترامب كان أفضل من زمن بايدن في موضوع العلاقات الثنائية بين البلدين؟ يعني هناك تقديرات مختلفة لهذا الموضوع. الجانب الروسي كان يراهن بشكل كبير على أن يكون بايدن أفضل من
من سابقه في هذا الإطار من باراك أوباما، لأن العلاقات بين روسيا وباراك أوباما وصلت إلى مستويات متدنية. روسيا كانت ترغب بفوز ترامب على حساب هيلاري كلينتون التي انتقدت الديمقراطية الروسية، لكن طبيعة الحال خيبت الآمال بالنسبة لروسيا مع وجود ترامب وأكثر من 35 حزمة عقوبات، ولم يحصل أي تطور في هذا الموضوع. لكن روسيا كانت مستفيدة من حالة الفوضى وصعود التيار الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية والخيارات السيئة والتصريحات السيئة للرئيس ترامب، ما أدى إلى انقسامات حادة في المجتمع الأمريكي، وهي الفائدة الوحيدة أعتقد التي جنتها روسيا من فترة ترامب. أبقى معي سيد الياس، أنتقل مباشرة إلى نيويورك وأرحب بضيفي من هناك بالدكتور نصير العمري، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. دكتور نصير، يعني هذه التصريحات من الرئيس جو بايدن ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل، هل تعتقد بأن يعني بايدن يتقلد من تصريحات الرئيس السابق الذي كان يوصف بأنه خطابه شعبوي وبعيد عن اللغة الدبلوماسية؟ هل يتقلد بايدن من ترامب اليوم؟ يعني تحية لك وللمشاهدين. في الحقيقة السيد بايدن عندما أعطي فرصة، عندما سئل سؤالا مباشرا رد عليه بهذه الطريقة المباشرة، وهي طريقة غير دبلوماسية، ولكن هو بالحقيقة مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في إظهار بعض الشدة مع كل من الصين وروسيا، فهو على قدم ثابتة، يعلم بأن مثل هذا الخطاب يظهره على أنه لن يتسامح مع روسيا، ويكلل نجاحه في الداخل في قضية كورونا ولقاح كورونا. فالرئيس يحتاج هذا الرصيد السياسي ليظهر بأنه يعيد عقارب الساعة بعض الشيء إلى الأيام التي كانت فيها الولايات المتحدة تستطيع أن تملي ولو بعض الشيء يعني على روسيا وعلى الصين. ولكن الواقع يعني أن هذه التصريحات، إذا كان هناك أمل في أن يكون هناك لقاء حميم وجيد أو علاقة جديدة مع روسيا، هذه يعني تقطع الطريق في الحقيقة. فدبلوماسيا أظن ربما يكون خطأ يعني استخدام مثل هذه اللغة، لأنها غير مفيدة في عالم المصالح والدبلوماسية. لكن دكتور نصير، يعني بالنسبة لتشكيك أو اتهام الرئيس بايدن لروسيا بتدخل في الانتخابات الرئاسية، لا تعتقد بأن هذه التصريحات ووصفه بالقاتل وإظهار بوتين بأنه يعني صح التعبير الشيطان للأمريكان، هل تعتقد بأنه سوف ينعكس سلبيا أن تتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أوصلت الرئيس بايدن إلى السلطة؟ هل تعتقد بأنه يكون رد سلبي من قبل الشعب؟ يعني حسب يعني من تسأل في الشارع، يعني هناك من يرى بأن بوتين وروسيا يعني ليست عدوا وخصما، خاصة من أتباع السيد ترامب. يعني السيد ترامب أقنع عدد كبير من الناس بأن الرئيس القوي يعني هو لا يعني لا يوجد عار ولا عيب يعني يكون رئيسا قويا، حتى وإن كنت يعني تقتل وغير ذلك، ولكن حسب من تسأل في الحقيقة. إذا سمحت لي نوضح أكثر، يعني بموضوع الانتخابات والعملية الانتخابية في أمريكا، هناك من يقول بأن روسيا إذا ما بالفعل كان لها دور في اختيار رئيس دولة عظمى كأمريكا، فهذا من باب قوة وليس من باب ضعف بالنسبة للروس. بكل تأكيد، ومسألة تدخل روسيا في الانتخابات هذه سنسمع الرد عليها قريبا، يعني يقال بأن هناك عقوبات واسعة يتم الإعداد لها ضد روسيا، أولا ردا على التدخل في الانتخابات، وثانيا ردا على الهجوم السبراني الذي نفذته روسيا العام الماضي ضد يعني شركات أمنية أمريكية. فهناك تصعيد في هذه العلاقة، وأظن بأنه التصعيد سيقطع الطريق على يعني إعادة العلاقة إلى بعض العقلانية. فهذه العلاقة في طريقها إلى التصعيد، ولكن أظن بأنه يعني ربما السيد بايدن يريد أن يخلق شرخ في العلاقة بين روسيا وأوروبا، ولا يريد لأوروبا أن تكون مفتتة في وجه روسيا، فهذه ربما يكون لها جانب
يعني استراتيجي، يعني تحفيز الأوروبيين لاتخاذ مواقف مشابهة من روسيا. إذن هو خطاب من قبل الرئيس جو بايدن مغاير لخطاب الرئيس السابق ترامب، وأن العلاقة اليوم ليست جيدة، وهناك تصعيد بالتصريحات اللي ذكرنا بموضوع وصف الرئيس بوتين بالقاتل. ابقى معي دكتور نصير، انتقل إلى ضيفي سيد الياس. بالفعل سيد الياس، هناك من يقول بأن هذه التصريحات هي للتبيان بأن روسيا موضوع أنها أن بوتين قاتل في قضية المعارض الروسي الذي اعتقل من قبل روسيا، أو صح التعبير سمم، وهو نافالني. هل تعتقد بأن اليوم يمكن تشجيع الشارع المعارض لبوتين للخروج مرة أخرى إلى الشارع؟ يعني لا أعتقد ذلك بإجابة مباشرة، وأنا أرى العكس تماما، بأن الكرملين يمكن أن يستغل هذه هذا الوصف من قبل جو بايدن من أجل إعادة الخطاب القومي الشعبوي وتحفيز الداخل الروسي ضد الاعتداءات الخارجية، لأنه كان اعتمد على هذا الخطاب منذ عام 2014، وهو أساس خطاب بوتين على أن روسيا هي دولة قومية، دولة صاعدة في العالم، وهنا وتواجه باعتداءات من قبل العالم من أجل عدم عودتها كدولة قوية في العالم. اليوم عندما يكون الهجوم مباشر على رأس الدولة الروسية على بوتين، فهذا يعطي دعم كبير لدى شريحة واسعة من الروس، يمكن أن يرمم شعبيته التي تأثرت قليلا، ولكن الأهم ترمم شعبية حزب روسيا الموحدة الذي عانى في الآونة الأخيرة من تراجع كبير في شعبيته بعد قانون، بعد تمديد السن التقاعدي، وبعد بعض الإجراءات التي اتخذها في السياسة الداخلية، وبسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن مرض كورونا ومشكلات الاقتصاد الروسي. لذلك أنا أعتقد بأنه يمكن أن تكون هذه التصريحات خدمة للكرملين والرئيس بوتين وحزب روسيا الموحدة. وبالنسبة للمعارضة اليوم، أعتقد بأنها تعاني كثيرا في ظل غياب شخصية رسمية مثل أليكسي نافالني، الذي بدأ العيش أو بدأ في سجنه ولفترة طويلة تبعده عن التأثير على نتائج الانتخابات الحالية أو نتائج أخرى. نعم، ابقى معي سيد الياس. إذا نعود في هذه النقطة بموضوع الخطاب القومي الشعبوي، إن بالفعل كان هناك زيادة في رصيد الرئيس بوتين، وأيضا هناك انتخابات برلمانية في هذه السنة بالنسبة إلى في روسيا. دكتور نصير، بالفعل يعني هناك يعني ربما يستغل الكرملين كما ذكر سيد الياس، وتوظيف هذا الوصف لزيادة نسبة أيضا تأييد الرئيس بوتين في روسيا، وذلك يعني إن كان بوتين عدو لأمريكا ربما يجعله أيضا يستمر في الحكم لسنوات طويلة في الحكم. ويعني هذه التصريحات ما الغاية منها إذن؟ الغاية منها الاستهلاك الداخلي الأمريكي، واستجابة يعني رغبة داخلية أمريكية بأن تخرج روسيا من التأثير على السياسة في أمريكا، وأن لا يكون هناك شراكة استراتيجية واقتصادية تفيد روسيا. وكان يعني يوم من الأيام هناك ربما يعني مجال لأن تستفيد روسيا اقتصاديا، أظن بأنه أمريكا واضحة في سياستها وتصريحاتها هذه الأيام. التصريحات هذه موجهة لروسيا والصين، أظن بأنه أمريكا التي تفتح يديها وتمنح هذه الأنظمة والدول الفرص الاقتصادية والمشاريع، أظن بأنها ولت. ورأينا اليوم مثلا التصريحات من قبل بلينكين اتجاه الصين وكوريا الشمالية، من الواضح بأن أمريكا ستغير أسلوب يعني المداراة هذا، وأظن بأن هذا الكلام موجه أيضا لدول أخرى بدأت تفتح أبوابها لروسيا والصين، وبدأت تنافس الولايات المتحدة. إذن يعني هي حرب باردة تشتعل، وأظن بأن السيد بايدن يعلم بأنه لا يمكن تغيير النظام في روسيا، وهو تجاوز هذه المرحلة. أظن بأنه الآن يعني سيد دكتور نصير، هل تعتقد بأن هذه التصريحات من قبل الرئيس بايدن باتجاه الرئيس بوتين ووصفه بالقاتل هو فصل جديد من الحرب الباردة بين البلدين؟ نعم، يعني التصريح بحد ذاته غير دبلوماسي، لأنه يخطر الطريق على ربما تفاهمات في سوريا أو غيرها، ولكن استراتيجيا هناك خطر حقيقي. يعني اليوم روسيا تخترق الوحدة الأوروبية،
روسيا تهدد السياسة الأمريكية وبالتعاون مع الصين وإيران. فأظن بأن هناك صفحة جديدة فتحت، وهذه التصريحات تبين بأنه فعلا يعني إذا كان هناك أمل بعلاقة مداراة أظن بأنها تتلاشى مع الصين مع روسيا بشكل سريع. طيب ابقى معي دكتور نصير، بالفعل سأبحث معك زاوية بأن إن كان العدو الرئيس لواشنطن هي الصين، لماذا تخلق أيضا يعني أعداء جدد لها؟ ابقى معي دكتور نصير، انتقل السيد الياس. سيد الياس، يعني هذه التصريحات من قبل سيد البيت الأبيض وهو جو بايدن، هل ذلك سيرفع الحرج عن موسكو إذا ما أرادت التعاون مع مؤسسات أخرى في أمريكا يعني دون البيت الأبيض؟ طبيعة الحال تصريحات بوتين بالأمس قال بأن أمريكا فيها يعني قسم من الناس الطيبين والسياسيين الذين يمكن التعامل معهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن رأي يعني في إشارة لأن رأي بايدن هو ليس الرأي الوحيد الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يسمح أيضا لروسيا بالتعاون بشكل أكبر مع الصين ومع دول أخرى. واضح أيضا أن بايدن أراد بهذا التصريح أن يشد يعني العلاقة التي كانت قد تراجعت كثيرا مع الجانب الأوروبي ببلورة موقف أوروبي أمريكي مشترك ضد روسيا وضد الصين. نعم. لكن إلى أي درجة هو قادر على فعل ذلك نظرا لأن العلاقات الاقتصادية أكثر أهمية وأكثر وثوقا بين روسيا وأوروبا، في مقابل أن أمريكا ليس لها مصالح اقتصادية كبيرة مع الجانب الروسي، وخاصة أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز من روسيا، ولها علاقات كانت كبيرة جدا وتأثرت بفعل العقوبات المفروضة على روسيا منذ القرن في عام 2014. لا أعتقد أن العقوبات روسيا يمكن أن تتأثر بعقوبات جديدة، لأن النخبة الحاكمة فيها قد تأقلمت مع هذه العقوبات يعني توظفها من أجل زيادة نفوذها في داخل روسيا والقول بأن هناك أعداء خارجيين ويجب أن تكون متكافرين وتأجيل بعض القضايا الإصلاحية مثل محاربة الفساد أو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المهمة، نظرا لأن المعركة الأساسية الآن هي مع عدو خارجي يستهدف روسيا عبر وهذا العدو الخارجي. يعني سيد الياس، بالنسبة للعلاقات الروسية مع دول العالم واليوم، يعني هذا التصعيد من قبل الأمريكان تجاه روسيا، هل سيؤثر على التحركات الروسية يعني سمينا هنا في الشرق الأوسط؟ يعني في الشرق الأوسط هناك جانب مهم هو أن روسيا تنتظر صفقة كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الشأن السوري، وهي تدرك تماما بأن وجود أي عدد من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا هو يمنعها من تقدم النظام في هذه المنطقة ويمنعها من حسم الأمور عسكريا في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا بالنسبة لمشروعات روسيا من لإنعاش النظام اقتصاديا ومنع انهياره في ظل الأزمة الموجودة حاليا. لذلك أعتقد بأن روسيا تراهن على موضوع الصفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل الموضوع السوري، على الرغم من انفتاحها الكبير على بلدان الخليج العربي في الفترة الماضية، وعلى الرغم من تنسيقها المباشر مع تركيا وإيران في موضوع السانة، إلا أن الوجود الأمريكي يعطل المشروعات الروسية، وروسيا تدرك بأن الحل الأساسي هو في يد الولايات المتحدة الأمريكية وليس في يد القوى الإقليمية نظرا لوجودها المباشر في دعم الأكراد في شمال شرق سوريا. من ناحية ثانية أعتقد بأن روسيا أيضا أبدت انفتاحا أكبر على الجانب الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدة العقوبات عليها ومن أجل جذب تل أبيب إلى جهتها، وهنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني واستغلال تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعد نية بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، وهنا هناك صراع على كسب تل أبيب في هذا الموضوع، وروسيا تعتقد بأن كسب تل أبيب قد يؤدي إلى غيرة أمريكية أكثر في هذه المنطقة وزيادة رصيدها العالمي والإقليمي. طيب ابقى معي سيد الياس، بالفعل دكتور نصير، يعني موضوع التعاون في منطقة الشرق الأوسط
يعني ذكر السيد الياس موضوع أمن الكيان الإسرائيلي من قبل روسيا، لماذا لا يكون هناك شراكة أمريكية روسية في المنطقة وليس تصعيد؟ يعني هناك جوانب فيها شراكة في الحقيقة، ومنها أمن وأمن إسرائيل واجتماع القدس الذي يعني طالب إيران تقريبا بشكل مباشر الخروج من سوريا، هو يعني اتفاق أمريكي روسي إسرائيلي لأن لا يكون هناك تواجد لإيران في سوريا. وأظن بأن الموقف الرغبة الروسية هي خروج إيران من سوريا، لأن الروسي والإيراني هو تحالف مصالح، يعني ولا أظن بأن تحالف أيديولوجي يعني يمكن. وباختصار أيضا الدكتور نصير بموضوع أيضا زيادة الأعداء بالنسبة لواشنطن، إذا كان هناك الصين هو العدو الرئيس لواشنطن، لماذا خلق عدو آخر باختصار إذا سمحت؟ يعني وزارة الدفاع صنفت روسيا والصين على أنهما عدوان للولايات المتحدة، ينافسان الولايات المتحدة استراتيجيا، والموازنة يعني تشمل وقوف صلب بوجه هاتين الدولتين، هما يؤثران، يعني روسيا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة على الانتشار ويعني نشر قوتها وهيمنتها. رأينا في سوريا مثلا تغيرت المعادلة بدخول روسيا، فنعم روسيا تهدد، نعم روسيا تهدد كما تهدد الصين، ولكن بشكل أقل طبعا. إذن سيد الياس ختاما معك في هذا الحوار، كما ذكر دكتور نصير روسيا تهدد المصالح الأمريكية، هل ما قبل هذا الوصف بأن الرئيس بوتين بالقاتل ليس كما بعده بالنسبة للتعامل الروسي مع الطرف الأمريكي؟ لا أعتقد أن الإدارة الروسية تصرفت بشكل عقلاني في هذا الموضوع، وهي تدرك مصالحها بأن هناك مصالح كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بطبيعة الحال هي ترغب في الانتقام ربما من بايدن، ولكن ليس على حساب مصالحها الأساسية وليس على حساب التنسيق مع أمريكا في القضايا المفيدة بالنسبة لروسيا، وتراهن على وجهة نظر أمريكية أخرى مغايرة لا تشارك بايدن موقفه هذا. المختص بالشأن الروسي السيد سامر الياس، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو، شكرا لكم على هذه المداخلة، وكما نشكر من كان معنا من مدينة نيويورك بالدكتور نصير العمري عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، شكرا لكم ضيفي الكرام على هذه المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا حسن المتابعة، دمتم بأمان الله.